اي شيء كذا لخمانت ايش السالفه؟ عن المطر ما في شيء؟ اشتقت لك لهالمطر بالذات ريحه وصبه كأنه رسول بين الأحباب بالذات أشتاق في هل شوفتك وتنبه للي نسيته من مواقف ونظرات ولا تحسب ان دمعي نزل دون سبه ابكي من الفرقه ابكي من الفرقه وهي ما بعد جات مغيب الشمس وقبل الظلام وهبت النسناس تذكرني وانا لا ناسي ولا بالي بخالي بالقصة يا سلام الله اكبر صح بدانكم يلا هذا طبعا فيها ابيات تنتشر بس احنا ما نعرف ايش قصتها ولا نعرف ايش والله